السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. اليوم دحبين كيفية فتح بلاي ستيشن 4 وتبديد المروحة أو تنظيفها. حقيقة أمني بين في فيديو سابق عملية تنظيف المروحة بالنسبة إلى بلاي ستيشن 4، ولكن الآن قام يظهر لي علامة أن الجهاز مرتفع درجة حرارته، يرجى الإطفاء. اطفاء عندي مرة من المرات وصوت المروحة أصبح جدا مرتفع مثل ما راح تلاحظون. فعملية الفتح بالنسبة إلى الفاتح القديم، أول شيء تحرص أنا هاي فاتحة برغي، هنا أنا هذا البرغي الوحيد أنا بالأسفل، من هنا تفتحها رأسين يفتح يطلع. شو تطلع عندك؟ تطلع عندك هنا هسه هاي البراغي. بالنسبة إلى هذه البراغي على شكل نجمة، عملية فتحها تحتاج إلى عدة خاصة باللون أو مفتاح النجمة. فتلاحظ هنا هسه تلاحظ هنا أنا حسن فتح الجزء الثاني. بقى عملت هاي المروحة، تلاحظ هنا عندي التراب، لازم افتح جميع البراغي واحد، هنا تنفتح والكفر. خلني نجي نفتحن الان. مثل ما تلاحظون فتحت كل البراغي. انتبه انه الدرنفيس اللي تحتاجه او المفك لازم يكون على شكل نجمة. هاي النجمة مثل ما تلاحظون مثل هاي النجمة، النجمة او البرغي مثل ما تلاحظون هنا بداخله اكو مثل بنطة. هاي البنطة بحيث مو اي تنفيس يقدر، لازم يكون بفتحة بالداخل. فاذا ما فتح راح اخرج هذا، تلاحظ هنا قبق مباشرة يفتح عندك. الهارد فتحت البرغي اللي هنا فايضا مباشرة يسحب عندك. الآن تلاحظ هنا أنا الأتربة راح ننظفها، هاي البرغيين أيضا فتحناهن. هم يحتاج تنظيف. الآن وصلنا خارج اللوحة، أحتاج أفتح البرغيين هذني. فنجيب المفك. Thank you.
اول شيء لحبيب المروحة ما تقبل غلط عندك او قاعدة شوف هنا 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 مأشر هنا عندي سهم اذا اشد برغي هنا أنا. اللي ما مأشر عندي سهم لا على كو فشي يقعد فوقه وبعدين يشد فاول شيء راح نبني بالبرغي هذا فتقعد هنا أنا عندك تقعد على حسب الاصول كل من ابو كانت لازم هنا الشقوق اللي مأشر عليه سهم فلازم يشد برغي فنشد البرغي مالته خلاص هاي من اول فقره ثاني فقره لا احتاج انه القاعده هنا او اللوحه تاكد ان هذين السوادات مشدودات وتلاحظ بالخلف شبيه هنا مجال حراري لغيته ايش تحتاج بعد تحتاج هاي القاعده اللي السفليه نظفتها كل المعجون الحراري مطور في تحته لازم جد معجون حراري جيبي تاني هذا المعجون الحراري سعره 2000 دينار السنجه ونجي غطيتها بالكامل تلاحظين الان هذين بعدي راح نشتم كليتين بالنسبه الى الاماكن طفل من هالجهه وكانت مفرغه من اعلى تلاحظ كبست اهم شيء تشيك لظروف مكانات القاعده مالته هنا أنا بكان الهاف هسه ما يقدر تحرك القاعده لانه عندك معجون حراري بالاسفل وهذني اللاستيكات تنقل حراره في الاله ثبت هنا على المروحه هنا الراديتر مالته تعال هنا هذا مشبوك هذا بعدين يشبك وهنا عندك ايضا هسه راح نشتم مكان المروحة تلاحظ هنا هسه كبسة المروحة الآن راح أقلب الجهاز ثبته هنا عندك على الأرضية حتى أبدي بتشكيل أول شيء ثبت أول شيء الدي في دي هالطريقة ما يقبل غلط شوف ثبت هاي سحبناها للأعلى و ثبت الشريط وبعدين نضغط القطعة السوداء نعم وآخر شيء تأكدنا هسه هاي تمام ثبتت هسه الدي في دي نجي للقطعة هذا أهم شيء بالنسبة إلى الأرضي للجوستيكات بدون ما تشتغل عندك الجوستيكات نجي نشد البرغي ونمده نفس ما كان هاي الفتحة وين عندك هاي الفتحة ما عندك امتد قبلها اسف هنا أنا هاي الفتحة هاي الفتحة يجي هنا عندك بعدها هاي الفتحة وآخر شي راح يشد هنا كبس هذا هو كبس الآن آخر شيء بقى عندنا باور سبلاي تلاحظون أني نظفته بالكامل ويقعد هنا الكهرباء هنا بعد ما عندنا أي شيء هذا تربط في شيء هنا هاي في شيء
طق مالتها. كل شيء فيه مطعم. الآن آخر شيء نشوف هان قاعدها تمام. عسهم ناسهم ناسهم أي بكان بيسهم راح يشد برغي برا غير يكون هنا الأطوار. هاي واحد هاي اثنين راح يثبت لي اللوحة بالشاصي أو البودي. بالنسبة إلى البرغي الثاني البرغي الأول يشد برغي ثاني ما راح يشد. ليش؟ لأن لازم تحتاج إنه الشاصي القطعة الثانية اللي راح يربط به. فنحتاج الآن إلى قلب الجهاز. هاي قاعد توقع يحتاج إنه ذكين هذا تأكد إنه جهة ثانية خلي شده. شوف شلون وقعت الجهة الثانية. هاي عندي هنا وحدة بعد وحدة. هنا ضربته هنا قعدت. احتاج اشد الشاصي. خل اشوف الثانية هاي بعد هنا عندي واحدة خل اشوفها واربطه. كملت الست جلدايات هنا ثلاثة بثلاثة ستة وهنا اثنين فصارت ثمانية. هسه اطبق حتى اشد هذا البرغي. فالان لازم اشد البليتة. قبل ما اشد البليتة لازم اشد هنا اللوحة اللي عندنا. هسه اركب هاي بالبداية ما تأثر بجيتي تقرف صحيح. هاي البليتة النقطة تصل للداخل تأكد هنا أنا. ثم هسه تمام هم يقبل قطع عملية الربط. هذني راح يضغطن أو يضغطن على هذني والهارد بوكانه. الآن قعدت البراغي كل من مكانه. بالنسبة لي فيديو نوعية البرغي ومكانه يرجع الفيديو من البداية يشوف مكانات البراغي وأنواعه ويشد كل من مكانه. فأنا ثبتت مكانات كل من حسب النوع وقاعد أشد. هسه نقلب البلاي حتى اشد هاي البرغي الثاني. بس راح يشد عند البرغي تمام. الآن نحتاج هاي قطعة ثبتنا. هاي قطعة جدا مهمة. ليش مهمة؟ حتى من تقلب الجهاز لاحظوا هنا الجهة الثانية هاي البليتة اللي مشت البرغي الثاني داخل هذا البرغي هنا. يخرج بجهة ثانية تلاحظ هنا. هيا
خرج بجهة ثانية بعد هسه كملنا هنا كل شيء بس بوكان شفنا هاي البنطة هنا قاعد شوف البراغي هنا عندك الزر مال التشغيل القاعدة طلعنا هاي الفتحة هنا راح تقعد هنا تمام هاي الزر التشغيل بالنسبة إلى عملية تركيب الظهر راح أركبه بالخلف تلاحظ هنا اللي هو عكس البرغي هذا البرغي الجهة هاي هسه نفتح نرجع مال التشغيل قاعد تركب سنة هو ياخذ قراره شوف تمام هذا الزر تصغير تمام فوق هذا البرغي هسه اشده بالامام ارجع الكبسه ونشد نفس الشيء نفس الشيء اللي باتجاه البرغي من هنا بالامام عكس الخلف كبس كفر الخاص بالهارد ايضا باتجاه البرغي موجود هنا بس تأكد انها عندك بالصفحة يكبس الله هسه الان نشيل البخار وهاي كانت النتيجة النهائية بعد التنظيف تلاحظ هنا الكبس مضبوطة الازرار مضبوطة بالنسبة إلى الجهاز وهي النتيجة النهائية تلاحظ هنا نهائيا أي صوت ماكو الجهاز شغال تلاحظ هنا ثاني مشغل اللعبة أموري تمام صوت نهائيا بنسبة 100% اختفى السبب كله كانت من الأوساخ فهاي كان نهاية الفيديو لا تنسى من الاشتراك بالقناة إذا لم تكن مشترك وفعل جرس التنبيهات إذا كان عندك أي سؤال أو استفسار اكتبه تحت بالتعليقات ساعد عليه بأقرب فرصة ممكنة تلاحظ هنا نهائيا الصوت بانك كل شيء ما بيها نهائيا مجرد الأوساخ أهم شيء من تفتحها تقصوره للأماكن البراغي أنواعها أو موجود عندك الفيديو وترجع تشد كل برغي بمكانه.